Buongiorno, Daniel Salamon. النهارده برضه احنا في نقاط تاني بنتكلم في اخر يونت يونت 6، وهنتكلم في حصه مهمه النهارده عن ثلاث حاجات يا جماعه. هنتكلم عن سؤال الايميل، الايميلات المحتمله على اليونت ده، وهنتكلم عن السيتواسيون اللي ما فيهاش جديد قوي، وهنعرف التيمه اللي في اخر يونت في نقاط تاني اللي هو بيتكلم طبعا عن الاكل او الطبخ او كذا. يبقى حصتي النهارده يا جماعه فيها الايميلات، فيها السيتواسيوني، وفيها التيمه بتاعت اخر يونت ونيتار سيل. هبدا دلوقتي اعرض معاكم الايميلات المحتمله على اليونت ده. اول ايميل دينو باعت لباولو بيقول له كوزا بريمزي دي سوريتو الفاست فود، ماذا تاكل عاده بالنسبه للفاست فود الوجبات السريعه؟ وبيساله سؤال تاني بيقول له كونكي ماجي الفاست فود، مع مين بتاكل الوجبات دي؟ واخر سؤال كوانتي فاستي، كم وجبه مانشي بتاكلها الجونو في اليوم؟ فاجابتي طبعا دينو اللي ماضي هنقوله تشاو دينو، لما بيتقال كوزا بريمزي ماذا تاكل الفاست فود دي سوريتو عاده، هقول له بريمزو لا بيتزا مثلا الفاست فود، بس باخد البيتزا على الايه؟ على الوجبات السريعه او الوجبات السريعه. تاني سؤال بيقول لي كونكي مانجي، مع مين بتاكل الفاست فود؟ هقول له مانجو كل دي اميتشي، انا باكل مع اصحابي. طبعا مانش احنا عارفين فعل اللي اخره اي لازم ينزل اخره او، لازم ابدل الفيرب يا جماعه. يبقى مانجو او كل دي اميتشي يعني انا باكل مع اصدقائي. اخر سؤال بيقول لي كوانتي باستي، كلمه باستو كلمه مهمه يا جماعه، باستو يعني وجبه. كوانتي باستي كم وجبه مانش بتاكلها او زوجته في اليوم؟ فبقول له مانجو انا باكل 3 باستي مثلا، 3 وجبات او زوجته في اليوم. وفي الاخر بمضي طبعا بمضي بكمان فوق بمضي اقول صاروخي طاو. الايميل الثاني سيلفيا دي ماريا وبعت لدينو بتقول له كويستو كوفومو البرفيوم ده اي مولتو بيلو جميل قوي. دوبي اي كونتاكت كويستو كوفومو، من فين اشتريت البرفيوم ده؟ كونكي سي ابراتا، ومع مين ذهبت؟ كومي كايزا. فردينا طبعا قلنا تشاو سيلفيا. أول سؤال دوبي أي كومبراتو كويستو بروفومو، فين أو من فين اشتريت البروفومو ده؟ إجابتي أو كومبراتو بروفومو اشتريته داون ترينترو من وسط البلد. تاني سؤال مع مين ذهب؟ يبقى سور أندرتا كل أميتشي ذهبت مع أصدقاء. آخر سؤال كومي، كومي يعني كيف؟ عايز أقول اسمه الله. قلت له سور أندرتا أو سور أندرتا إن ترينو بالفطار وفي الآخر صالوتي دينو. اما اخر ايميل عندي دينو برضه بعت لباولو بيقول له يو كوتشينو او بياتو، انا طبقت الطبق او الاكله بتاعت النازالا. فبيساله كوالي بياتو اي شيلتو، يعني ايه الاكله اللي استخدمتها؟ اكيد يجي لا يوتو، من مين طلبت المساعده؟ وكوالي يدو بريزنتي التو بياتو، يعني انت وفين هتقدم الطبق بتاعك؟ طبعا دينو اللي ماضي احنا فوق على الشمال بنقول تشاو دينو. الجمله الافتتاحيه باولو او دينو بيقول له ده انا عملت اللازانيا، طب وانت اخترت ايه؟ فكوالي بياتو اي شيلتو، ده كده ايميل في الماضي يا جماعه. يبقى اي شيلتو تنزل يا جماعه او شيلتو، انا اخترت مثلا انا باستا، اي اكله هتكون انا باستا. ثاني سؤال اطيكي دي لايوتو، من مين طلبت المساعده؟ قال له كيتو لايوتو أمي ماضي، يعني انا طلبت طبعا في ايدي، احنا متفقين ان الفيرب اللي اخده دي لازم ينزل اخره او، فقال له كيتو لايوتو انا طلبت المساعده أمي ماضي من امي. اخر سؤال كواندو متى يدوب اين بريزنتي، هتقدم التو بيانتو الاكله او الطبق بتاعك؟ فالاجابه كامله بريزنتي زي ما احنا فاهمين، هتنزل بريزنتو، انا هقدم البيو بيانتو اكلتي دي ضماني مثلا غدا، عشان هو بيقول لي كوندو متى؟ طب دومي فين؟ هقول له اسطوله، او ممكن اقول له كلاسي في الفصل. يبقى انا كده جاوبت على ثلاث ايميلات، بتاعتي طبعا قريت كنت باولو او صاروخي باولو. دي اجابه الثلاث ايميلات اللي عندنا يا جماعه، وكده انا خلصت الايميلات المحتمله على اخر يونت في نقطتين. دي الايميلات المحتمله بتاعتي يا جماعه. طيب تعالوا ننتقل للمواقف والتيمه بتاعتنا. Thank you.
سيتواسيوني كلها مواقف مكررة في الولايات السابقة هتبقى أهم مواقف بالنسبة لكم مواقف ميثاق شينكو يونت 5 جماعة ودي احنا قدمها لكم في الـ class 10 في الفصل. مواقف يونت 6 أول مواقف بيقول لك كوانتو ريسبوندو أري جراسيامينتو عندما أرد على الشكر. ديكو هقول إيه أنا عايز أقول العفو كل الإجابات معناها العفو أو لا عليك. بريجو دي نيينتي سيجوراتي نون سي دي كي معناها العفو أو لا عليك. ثاني موقف ريجراسيو كوانتوزو بشكر شخص ما لما أشكر حد أقول له إيه إجابتي جنب منها جراسي تعفو شكرا جزيلا. رقم ثلاثة إني استنطي فصلته لما أقول إن فصلت حظ أو لما أقول إني البرمو فصلته في الشتاء الجو برد يبقى أنا بدي أشير إلى التيمبو اللي هو الطقس. يبقى في الصيف حر أو أقول في الشتاء إنه الجو برد يبقى أنا بدي أشير إلى التيمبو الطقس. رقم أربعة عكس اثنين أو عكس واحد لما أقول بريمو أو دي نيانتي أو في جراسي أو نوم سي دي كي كلهم معناهم العفو أو لا على الكلام. يبقى أنا كده بعمل إيه يا جماعة؟ أنا كده ريسبوندو أري جراسيا بيتو برد على الشكر. آخر موقف عندي كواندو كييزو لإندريسو عندما أسأل عن عنوان كييزو بسأل عن إندريسو العنوان أسأل بوكي أبي في أين تسكن أو دومي لي في أين تعيش. لما أسأل عن إندريسو أسأل بوكي أبي في أين تسكن أو دومي لي في أين تعيش. طيب بالنسبة للتيمة اللي عندي في الكتاب ده التيمة اللي على اونيتاب تاني بتتكلم عن ازياتي بفريدي. احنا عارفين ان اليونت كله بيتكلم عن الاكل او الطبخ يبقى ازياتي بفريدي الاكلات المفضلة او الاطباق المفضلة بالتيمة بتاعة الاونيتاب تاني اليونت 6 يا جماعة التيمة عليها. الجملة الأولى فيها بتقول لا توتشينا ايطاليانا المطبخ الايطالي الفاموزا بيكون مشهور ان توتو الموندو في كل العالم. تاني لا توتشينا ايطاليانا المطبخ الايطالي الفاموزا بيكون مشهور ان توتو الموندو في كل العالم. تاني جملة بتقول مانجو سيمبري انا باكل دايما اكازا في المنزل كولا طبيعي مع العيلة. مانجو سيمبري اكازا انا باكل دايما في المنزل كولا طبيعي مع العيلة. ثاني جملة الميو بياتو بريفاريتو إلى بيتزا طبق المفضل بيكون البيتزا. رابع جملة ما بيفضل ولكن والدي بريفاريتش إلى باستا يعني بيفضل الباستا المكرونة والدي يفضل الباستا ما يعني ولكن. الجملة الأخيرة الأخيرة بالبوستي بالنسبة للحلوى أمو بالجلاطو يعني أحب الآيس كريم. وآخر جملة يومي بياتش منجاري أصابتو لا أحب أكل الوجبات السريعة نوم بيجيبش منجاري أو خاص فود ما بحبش أكل الوجبات المي أو الوجبات المي السريعة. يبقى الزيمة الأسئلة اللي اتكلمنا عن كده بقى عن إبيات البريكي أكلات المفضلة. آخر حاجة عندي شوية معلومات أكون خلصت حسيتي عن اليونت ده دي لا مواقف ولا تيمة لا مواقف ولا تيمة دي معلومات تفيد في سؤال بصفة أو تفيد بصفة عامة معلومات ليك. أول جملة بتقول لا كوتشينا ايطاليانا الفاموزا ان توتو ايل موندو هل المطبخ الايطالي مشهور في العالم كله؟ اجابه السي لا كوتشينا ايطاليانا الفاموزا ان توتو ايل موندو مشهور في العالم كله. ثاني سؤال كوالي سو ايجابتي ايطالياني بيو فاموزي او كوالي سو ايجابتي في فاموزي في ايطاليا ما هي الاكلات او الاطباق الاكثر شهره في ايطاليا؟ ايه الوجبات المشهوره جدا او الاكلات المشهوره جدا في ايطاليا؟ اجابتي ايطالياني سومو الاكلات دي بتكون لا باستا ولا بيتزا ولا سباجيتي دي اشهر الاكلات في ايطاليا. ثالث سؤال دي كوالي اوريجيني لا باستا من اي اصل بتكون الباستا يا جماعه؟ الباستا دي كوالي اوريجيني اصلها ايه؟ اجابتي لا باستا دي اوريجيني عربي اصلها عربي او دي اوريجيني تشيليزي او اصلها صيني. يبقى الباستا اصلها يا اما عربي يا اما تشيليزي يعني صيني. يا رابع سؤال ده كيف يتمنى كونوسنو لا بيتزا من مين الطريدة عرف البيتزا؟ يبقى من من عرف الإيطاليين البيتزا؟ الإجابة عرف البيتزا داني إيجيسي من القدماء المصريين وداني روماني من الرومان.
يبقى الطلائع العرب الجيدة من الإيجيبتي القدماء المصريين ومن الروماني اللي هم الرومان. السؤال الثالث بيقول لي كيكوزا مونجل الإيطالياني فير البريمو بياتو. مهمة جماعة، الطلائع بيحب يأكل إيه بالنسبة للبريمو بياتو الطبق الأول؟ لو قال لي في الامتحان بريمو بياتو طبق أول، يبقى هو بيكلمني هنا بريمو بياتو دور مونجل بياكل اللازانيا والتورتينيني والاسباجيتي والباستا، انواع المكرونات كلها، ده بالنسبه لهم بريمو بياتو طبق اول. لان انا قلت لكم ان هم بياكلوا حاجه اسمها انتي باستي مقبلات، بريمو بياتو طبق اول، سيكوندو بياتو طبق ثاني اللي هو الطبق الرئيسي. فهم بالنسبه للبريمو بياتو الطبق الاول بياكلوا ايه؟ ايه الطبق الاول بالنسبه لهم؟ انواع المكرونات بانواعها، لازانيا، تورتينيني، سباجيتي، باستا، وهكذا. اخر سؤال من الباقي بيقول لي كوزا مانجر الايطالياني سيريس سيكوندو بياتو بيحب ياكل ايه الطلاينا بالنسبه للسيكوندو بياتو الطبق الثاني اللي هو الطبق الرئيسي؟ فاجابتي بياكلوا سكالوبين سكالوب، بطاطين فريتي اللي هي البطاطس البقريه، والبستيكا ايسيرني اللي هي اللحم المشوي. يبقى دي انواع اللحوم او كذا. الطبق الثاني سيكوندو بياتو بياكلوا ايه؟ سكالوبين، وبياكلوا بطاطين فريت البطاطس المقليه، وبياكلوا بيستيكا ايبرلي اللي هي اللحم المشوي. كده ابقى خلصت الايميلات والمواقف والتيمه بتاعت الميثاق تاني. اخر يومين تعطينا يا جماعه. جراسي، شكرا للجميع.